بونجور، اليوم بدي فرجيكم كيف مندهن. كل مرة فرجيكم شيء واليوم بدي فرجيكم كيف مندهن. لحتى ندهن بدنا نستعمل المواد، والمواد ما في منها بلبنان. أنا عندي ابتكار حطيته على الفيسبوك على الكسروان هانترز بالفايلز. تشوفوا كيف التركيبة دوكية، تشوفوا كيف التركيبة كيف بيتركب. تاخد 24 ساعة لحتى تركب وبتستعملوها. أنا ركبت شوي منها مبارح لحتى صورها اليوم وفرجيكم كيف. اللي بتعوزه هو مي، شوي فترة مع صابون فاري، قطن، خشبة عليها قطنة، شقفة، القطعة اللي بدكم تدهنوها، سشوار، بنزين، وتكي وفرشاية. القطعة اللي بدكم تدهنوها طبعا بتكونوا ملمعينها بقدر الامكان. هاي قطعة قديمة كتير، مجروحة كتير، تعبانة كتير، يعني بقدر الامكان عملتها بقدر الامكان، يعني اكتر من هيك عمرها 70-80 سنة وكتير مجروحة وتعبانة، بس عملتها لحتى افرجيكم كيف يعني بدنا نعملها. اول شي بدنا نغسلها ببنزين لحتى يروح كل شي قرع عليها، كل شي زيوت وقصص. بنغسلها منيح بننشفها منيح ولبسوا كفوف، لانه ما بيسوى يجي عليها الايدين. اهم شيء ما تنسطع بالايد القطعة قبل ما تدهنوها. بدنا نعمل لها السشوار، نشيل عنا كل المواد، هلا صار فينا ندهنها. هلا بدنا نبلش ندهن. حطينا ضوء، صور هون. هيدي بدها تنعمل حوالي 8 مرات هيك لتعطي اللون الحلو اللي لازم بينعطى. يعني انا رح اعمل ميلي وحدي اول شيء لفرجيكم اياها. عملناها مرة، بنحطها بالمي والصابون، لازم تتغسل منيح بالمي والصابون تنوقف المواد عنا، نوقف شغل المواد عنا. عطيت لون، هيدا اللون بعد مش اللون المطلوب طبعا، هيدا اول وش. نشفه هو الورق احسن من هيدي، مش ما عندي رولو ورق. هلا بجيكم الفرق باللون الثاني، يعني بالدور الثاني كمان.
الدور الثاني. على طول من فرد ميلي ننطر دقيقة ننطر دقيقة بنحطها بالماء بنوقف عمل الدواء لأنه عطى سواد بس مش السواد المطلوب بعد بعدنا بتاني دور نغسلها منيح من الدواء هذا الدواء معمول من عدة أجناس أسيد وأنا حطيت لكم الدوك بال غير شوي اللون عطى لون أحلى عطى لون أغمق من أول مرة وأحلى هلأ بدنا نعمله دور ثالث بلش ياخد لون حلو راح نحطه نرجع بالماي نوقف دور قطعت الكهرباء عم تشوف ما حقدر وقف لو لانه البروسيسوس لازم يضلوا ماشي ما بتعرف شيء ما فيك تستعمل سيشوار لأنه السشوار ما فينا نستعمله معلش هيدا تالت دور عم ببلش ياخد لون على غامق شوي رابع دور كل ما ننطر شوي زيادة كل ما يعطي مفعول أكتر رح أنطر شوي تيتفاعل منا رابع دور بعد بدي اعمل ثلاث دور حط بوز هلا عم بعمل سابع دور السابع دور هو الاخير هلا النتيجة ما حتعطي 100% لأنه المواد اللي التركيب تبعيتي أنا منا مواد شغل برا المواد شغل برا ما بتلاقوها بلبنان غالية كتير وما بيخلوها تجي على لبنان أصلا يعني
هيدا سابع دور، ننطر شوي. راح نقصها. هلا اذا في بس نخلص بتشوفوا اذا في امكان انه تنقعوها فتره لتاني يوم بالمزود بكون كثير منيح، يعطي لمعيه احسن بالمزود. هذا سابع دور في وسعه عتيقه كثير، مش حتعطي 100% كمان، بس تلميعتها منا 100%، فيها جروحات كثير بس انه 80% اوكي طلعت منيحة. اوكي. هلا البويا فيها جناس كتير. انا تركيبتي فيكن تجيبو من امريكا من عند البراونرز. هيدا المواد باب اول اللي بتعمل فيها بتعطيكم لمعية خمس مرات.